السلام عليكم، اسم الصفة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور رشيد الجروندي، مسير مجموعة مدارس النخبة الطيبة وأحد مؤسسيها. نعم، يعني اليوم نبغي نعرفوا في أي نشاط هاد في أي إطار هاد النشاط ديالكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر محمدية بريس اللي عطات اهتمام لهذا الحدث، وكان القصد ديالنا يعني جرت العادة في مجموعة مدارس النخبة الطيبة أن نقيم هذا الحفل ليمتد لطيلة أسبوع خلال فصل الربيع، ونحن نعيش غمار ربيع طيبة السادس. هذه التجربة التي كانت محصورة بين أسوار مجموعة مدارس النخبة الطيبة ارتأينا في هذه السنة أن نفتحها على المحيط المجاور ديال المؤسسة بما فيهم منطقة بني خلف مسمات بالويسية، وكذلك ساكنة مدينة المحمدية. هذه الأنشطة المتنوعة والجادة والهادفة ارتأينا أن يستفيد منها سائر التلاميذ والأطفال المتواجدين في محيط بني خلف. الإكراهات هي متعددة، و يعني أذكر بالأخص أن البنية التحتية لمدينة ولا بني خلف فهي جد هشة ولا ترتقي إلى مستوى الساكنة المتواجدة داخل بني خلف. كلمة ديالكم الناس المسؤولين نطلب منهم الحد الأدنى فيما يخص الطرق، وللأسف الشديد أن مجموعة من الساكنة اللي هي عبارة عن فيلات ولكن لا يتوفرون على السائل الحار في يعني في شوارعهم، وبالتالي بمجرد أن تكون هناك أمطار يعني كثيفة يعني تصبح يعني جماعة بني خلف بؤرة بروائح كارهة، ويتعذر حتى السير بين بعض شوارعها. ديال الكلمة اللي تبغي تقولها للتلاميذ ديال المؤسسة ديالك؟ بالنسبة للتلاميذ المطلوب منهم أن ما يتلقونه داخل المؤسسة يجب أن يكونوا سفراء لما يتلقونه داخل مجموعات نخبة الطيبة، وبالتالي كان يستفيد حتى التلاميذ الذين يتواجدون داخل المؤسسة يستفيدون من هذا التكوين ومن هذه الأنشطة التي تكون لصالح تلاميذ المؤسسة. وارتأينا في هذه السنة أن تكون لفائدة جميع التلاميذ المتواجدون بجماعة بني خلف. شكرا لك. لا شكرا على واجب.